اتكلم عن موضوع جديد لاول مره او قليل قوي برامج اتناولته او اتكلمت عنه، ولكن هنتكلم عنه بشيء من التفصيل، ويعني اكيد هنستفاد منه لان معانا ضيف مهم جدا وهو الدكتور محمد عمر عبد الجواد. محمد عبد الجواد عمر عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء وجراح المسالك البوليه. نرحب بيه، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عماد، انا سعيد ان مع حضرتك ومع مشاهدي الصحه والجامعه. النهارده يا دكتور هنتناول موضوع قليل قوي من الاطباء بيتطرق ليه، ويعني اعتقد انه موضوع شويه دقيق وبيحتاج لتناول يعني له خصوصيه شويه، وهو موضوع دوالي الخصيه. فحضرتك اشرح لنا بايجاز كده بحيث ان المشاهد يقدر يفهم يعني ايه دوالي الخصيه. موضوع دواء الخصية ده دكتور عماد موضوع منتشر جدا، يعني اقدر اقول لك ان قطاع ما يقلش عن تلتين الرجاله في المرحله العمريه من 20 ل 40 سنه بيجي لهم درجه من درجات دواء الخصية. ناس كتيره بتردد الكلمه والناس مش عارفه معنى كلمه الدوالي في حد ذاتها. الدوالي ده مرض من امراض الاوعيه الدمويه في الاساس، يعني مش شرط ان كلمه دوالي دي تبقى مقترنه بالخصية. في دوالي في الساقين، في دوالي في المريء، في دوالي في اي مكان. معنى كلمه الدوالي او المقصود بكلمه الدوالي ان الاوعيه الدمويه او بالتحديد الاورده اللي المفروض ان دورها في العادي بتنقل الدم من عضو معين في الجسم لحد القلب بيحصل ليها ترهل في الاوعيه الدمويه دهون او ترهل في الاورده، بينتج عنه ان الوريد بيبقى غير قادر على دفق الدم او دفع الدم من العضو او الدم غير مؤكسج بقى بعد استخدامه من اي عضو في اتجاه القلب، وبالتالي بيتراكم الدم دهون جوه الاورده فبتبدا العمليه الترهل تزيد فيقل ضخ الدم مره ثانيه فبتتراكم الاورده وتبقى دايره مفرغه. كل ما حصل ترهل في الوريد الترهل ده هو بيزود الدم المختزن جوه الوريد فبيبدا الوريد يتراهل بزياده فيتراكم الدم. في حاله الخصيه لو طبقنا الكلام ده هو هنلاقي ان الخصيه عضو بيدفع الدم الى القلب بعد استخدامه في اتجاه عكس اتجاه الجاذبيه الارضيه، بمعنى ان الدم محتاج لمجهود اضافي من الاورده بتاعه الخصيه علشان يتم دفعه او يتم تدفقه في اتجاه القلب عشان يتم اعاده تدويره مره ثانيه. وده بيصعب من عملية أو بيخلي الخصية عضو مناسب أو عضو خصب كعضو تنشأ فيه الدوالي أو كعضو معرض لدوالي في الأوردة اللي خارجة منه، بمعنى إن الخصية لو قلنا الأعضاء اللي في الجسم معرضة لتكوين الدوالي هنلاقي الخصية من أكثر الأعراض أو من أكثر الأعضاء المعرضة لحدوث الدوالي في الأوردة اللي بتقوم بدفع الدم منها. ده المقصود بكلمة دوالي، إن هو مرض عبارة عن أو مرض نسيجي عبارة عن ترهل في جدر الأوعية الدموية أو جدر الأوردة بالتحديد اللي المفروض ان وظيفتها في العادي ان هي بتسحب الدم بعد استخدامه من الخصيه في اتجاه القلب، بينتج عنه ان الدم بيتراكم في الاورده المغذيه للخصيه او الاورده المفروض ان هي بتسحب الدم من الخصيه، وبيتم بعد كده تحصل بقى مجموعه من المضاعفات، المضاعفات بتختلف على حسب طبيعه كل عضو، يعني لو قلنا ان دوالي الساقين لها مضاعفات هتختلف عن دوالي الخصيه اللي هي طبعا هنتطرق لها في خلال حديثنا. يعني لو حبينا دكتور نقول مخاطر بقى تكون الدوالي على الخصيتين بالنسبه لصحه الانسان. طيب الخصيه تمام كعضو ربنا خلقه بخصائص تشريحيه معينه بوضع تشريحي معين عشان يقوم بوظيفتين اساسيتين. الوظيفه الاولانيه ان هو بيفرز هرمون التستوستيرون، وده مسؤول عن حاجات كتيره جدا في الجسم، نقدر نقول ان هو بيصيب قطاع عرضي مش بس علامات الذكوره الظاهره لنا، لا له وظائف حيويه كتيره ممكن نتطرق ليها. الحاجه الثانيه الاساسيه طبعا الوظيفه الاساسيه للخصيه هي وظيفه صناعه الحيوانات المنويه. عشان الخلايا اللي جوه الخصيه تقوم بوظيفتها او بدورها في عمليه تصنيع الحيوانات المنويه وعمليه افراز هرمون التستوستيرون او هرمون الذكوره هي بتحتاج لوسط درجة حرارته أقل من درجة حرارة الجسم العادي، يعني لو قلنا أن درجة حرارة الجسم 37 وفكة يعني أو شرطة وشرطتين في المتوسط العادي، لا هنلاقي أن درجة حرارة الخصية لازم عشان تؤدي وظيفتها تبقى أقل من كده بدرجتين أو بثلاث درجات. عشان كده بتبقى خارج تجويف البطن. عشان كده هي خارجة من تجويف البطن عشان ما تعرضش الحرارة. أول مشكلة بتعملها دوالي الخصيتين أن دوالي الخصيتين بتتراكم الدم أو بيتراكم الدم، والدم درجة حرارته هي نفس درجة حرارة الكور تمبريتشر أو درجة حرارة الجسم الداخلية، بتتراكم في الأوردة فوق الخصية. فبتبدا الدوالي تسخن الخصيه وهنا بتبدا تظهر المضاعفات الناتجه عن الدوالي واللي هي بتوصل بقى بتتدرج تدريجيا من انها تاثر على السائل المنوي، بعد كده بتخلي السائل المنوي في حيز غير قادر على الانجاب او على ان يكون جنين او يحصل عمليه اخصاب بالشكل الطبيعي لانها بتاثر على عدد الحيوانات المنويه، بتاثر على شكل او على التكوين المورفولوجي للحيوان المنوي، يعني الحيوان المنوي بيبقى فيه تشوهات كثيره غير قادره على الاخصاب، وبتاثر كمان على الحركه، تخلي الحيوان المنوي اموتايل يعني غير قادر على الحركه.
هل ليها مظاهر شكلية يا دكتور؟ بص، هي مش ليها مظاهر شكلية، هي الدوالي ليها العوامل المؤدية للدوالي هي نفسها العوامل اللي بتساعدنا على ان احنا نتعرف عليها. يعني لو عرفنا ازاي بتتكون هنقدر بالظبط. الدوالي بتصيب الشاب في مرحلة ما بعد البلوغ مباشرة، المرحلة دي بيسموها التستوستيرون فلير اب، او مرحلة اللي هي ايه، اشتعال التستوستيرون في الجسم. احنا عارفين ان هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن الرغبة الجنسية. الهرمون التستوستيرون لما بيزيد، لما بيتم افرازه بكميات كبيرة في الجسم، او بيبدا افرازه اول ما بيفرز في مرحله ما بعد البلوغ، بيبقى الفلير اب بتاعه او مرحله الاشتعال بتاع التستوستيرون. المريض بيفرز التستوستيرون او الشخص، مش المريض، شخص طبيعي بيفرز هرمون الذكوره او التستوستيرون بكميات كبيره، وبتبدا الكميات الكبيره ده هي تقل تدريجيا، يعني كل سنه بيقل بمقدار 0.9 نانو جرام، يعني بكميه قليله جدا، بحيث ان كل ما بيزيد في السن بتقل كميه التستوستيرون. بقى من اعراض الحكايه دي ان بتقل الرغبه الجنسيه بعد مرحله عمريه معينه. طيب ده علاقته ايه بالدوالي؟ علاقته ان الرغبه الجنسيه هنا في اغلب الاحيان في شاب عنده 16 17 سنه غير مشبع، يعني بيحصل دايما احتقان. عمليه الاحتقان دي ناتج عنها ان في رغبه جنسيه عاليه، بيحصل انتصاب وما بيكملش او ما يتبعوش استكمال العمليه الجنسيه، بيتدفق الدم بكميات كبيره في الحوض، فبينتج عنه تضخم او تضخم احتقان في غده البروستاتا، بينتج عنه ان الاورده بتاعت الخصيه بتمتلئ بالدم، بتبقى غير قادره على دفق كميات الدم الكتيره دي اللي بتبقى موجوده في منطقه الحوض. دي السيركمستانسز او الظروف. بنيجي بعد كده في عوامل تانية بقى بتساعد على ان الدوالي تتفاقم، يعني ان العامل الاساسي المؤدي لحدوث دوالي الخصيتين هو الرغبه الجنسيه غير المشبعه. تمام، ان الشخص ده في حاله كبت جنسي مستمر الناجمه عن احتقان الاحتقان او عمليه ضخ دم بكميات كتيره في الحوض، بيبقى العامل المؤثر الاساسي فيها او المايسترو اللي بيحرك الحكايه دي هو هرمون التستوستيرون. اللي بيحصل بعد كده ان بعض المرضى او بعض الشباب بيبقى عندهم عوامل اضافيه بتساعد في كده، يعني شخص مثلا بيشتغل بمهنه بتساعده او بتفرض عليه انه بيفضل موجود او متوقف واقف اطول فتره في اليوم، هنا الخصيه واقفه ضد الجاذبيه طول الوقت، فعمليه ضخ الدم اللي هو اصلا كتير او اللي هو ناتج عن عمليه غير مشبعه كميه كبيره، يعني الدم هنا محتاج ان هو يطلع عكس الجاذبيه، فهنا محتاج ان العضلات اللي موجوده في جدار الاورده تبذل مجهود اكبر، بتوصل لحاله مرحله الفشل في ان هي تضخ الدم ده بسرعه اسرع من حد تاني. لكن هل الوقوف لوحده يبدا عمليه الدوالي؟ صعب، ده لازم حد يكون عنده مشكله جامده في الانسجه او عنده مرض اخر، يعني عشان الدوالي بتبدا ناتجه عن عمليه كبت جنسي، بعد كده تبدا تتفاقم بالوقوف الكتير. برضو الناس اللي هي بتتعرض للحمامات او الهوت باسز اللي هي زي الساونا او التيوبس او الكلام التيوبس السخنه او كده، الناس دي بتبقى فرصه ان هي بتبقى معرضه بسخونيه او بدرجات حراره عاليه للخصيه، فهي حققت الهدف او الخطر بتاع الدوالي من غير ما تكون عرضت الدوالي، فبتدي نتائج شبه الدوالي، ده زائد ان هي بتساعد برضو في ان كميه الدم اللي مضخوخه في الحوض او اللي بتضخ في منطقه الحوض تبقى اكتر، وبالتالي بتزود برضو من او الايفورت او الجهد الواقع على الاورده بتاعت الخصيتين اللي هي البامبينيفورم بلكسس، وبتبدا عمليه ضخ الدم تبقى تواجه صعوبات. تمام، دي العوامل دي نقدر نقول ان المريض هل بتاع الدوالي. هل في يا دكتور برضو اسباب بتساعد في تكوين الدوالي مرتبطه بممارسات خاطئه بيقوم بها الشخص نفسه، او ب يعني ظروف مهنيه بترفع؟ انا هقول لحضرتك على معلومه انا ما كنتش حابب ان انا اقولها، يعني عشان ما بقاش يعني لان المجموعه فيها تجني على بعض الاراء الدينيه، يعني هو ناس كتيره شايفه ان العاده السريه هي السبب الرئيسي لعمليه دوالي او لتكوين دوالي الخصيتين. الحقيقه لا، الحقيقه مش كده، الحقيقه ان العاده السريه بضوابط معينه بتساهم بشكل كبير جدا في حل مشكله الكبت الجنسي، وبالتالي بتاخر من تدهور حاله الدوالي. هي حاله الدوالي هي نشات خلاص، تمام، نشات في مرحله ما بعد البلوغ بدرجه ما، لان احنا لسه هنتكلم دلوقتي في عمليه تقييم الدوالي، هنتكلم ان الدوالي دي سكيلز، فهي نشات بدرجه ولنفرض ان هي بالدرجه الاولى، الدوالي اللي نشات من الدرجه الاولى دي بتتفاقم بشكل سريع، واحنا والدوالي برضو بتتفاقم بشكل سريع. عشان ما اقطعش بس النقطه بتاعت العاده السريه، بنلاقي ان العاده السريه ممارستها بضوابط معينه هقولها لحضرتك دلوقتي، بتمنع التفاقم الدوالي بسرعه، يعني بتاخر تفاقم الدوالي بسرعه. يعني لو قلنا ان الدوالي بتمنع الاحتقان، احنا الدوالي دي برضو عشان الناس تبقى عارفه ده تغير بيتم على مدار سنين، يعني مش واحد جاله دوالي النهارده فبكره الصبح حصل له تشوهات في الحيوانات المنويه فبعده مش هيخلف، لا، الدوالي دي حاجه حصلت عند 16 سنه، عند 30 سنه بقى الشخص ده غير قادر على الانجاب، وفي نفس الوقت ممكن شخص تاني عند 19 سنه، عند 20 سنه. عمليه التدهور دي ممكن لو الشخص ده هو مش متاح ليه ان هو يكون متزوج، ممكن في المرحله دي العاده السريه تكون سبب او عمليه او عاده سريه بشكل منظم وبشكل ده مهم نركز عليه عشان ما تكونش دعوه للافراد. لا، ما انا مش بقدم دعوه لكده خالص، يعني مش بقول كده خالص، لا بالعكس، يعني طبعا هي اللي انا اعرفه ان هي من الامور محرمه دينيا، لكن هل هي ممكن تكون سبب ان هي بشكل منتظم
تمام، بشرط ان ما بيكونش ما بين المره والمره في عمليه كبت جنسي، بشرط ان ما يكونش مستخدم مواد معينه تبدا ان هي تسبب التهابات في اليوريثرا او في التهابات في مجرى البول، او الالتهابات المواد الكيميكالز دي تعمل كيميكال يوريثرايتس او التهابات كيميائيه في مجرى البول تعمل مشاكل. مش بقول ان هي صح ولا هو ده الصح، والصح الزواج او انك تقضي على حاله الكبت الجنسي ده الصح، لكن هي في مرحله معينه هي مش بتؤدي لتفاقم الدوري، بالعكس هي بتحسن من حاله الدوري، لكن هي لها مشاكل تانية زي بعد كده بتؤدي الى ضعف في الانتصاب، بتؤدي الى سرعه قذف، بتعمل مشاكل اكثر خطوره. يعني نقول من تاخر سن الزواج بالنسبه للشباب غير مرغوب. غير مرغوب بالظبط كده، يعني التفكير فيه افضل طبعا عشان ما يبقاش في احتقانات او يبقى في، لكن انا مش بدعي ليها خالص، بالعكس انا شايف ان فيها مشاكل كتير، بس هو البيبرز الجديده وكله بدا التغيير دلوقتي او الكلام على ان هي ما عادتش هي السبب في الدوري، بقت هي ممكن تكون خطوه في ان هي تحسن الحاله بتاعت الدوري. حضرتك كنت بتقول في ضوابط من بعد المسافه ما بين المره والمره ما تبقاش كل 5 دقائق، يعني مسافه كبيره ممكن اسبوعين او 10 ايام، وبتكون من غير استخدام مواد كيماويه، لان المواد الكيماويه دي بتعمل نوع من الالتهابات اللي بتؤدي بعد، يعني التهابات كيميكال يوريثرايتس دي بتؤدي بعد كده للضيق في مجرى البول، مضاعفات بتبقى فيها. ناخد اتصال من الاستاذه شيماء. تمام اتفضل. استاذه شيماء معايا؟ ايوه حضرتك، اهلا وسهلا بيك. عليكم السلام ورحمه الله. معاكي الدكتور محمد عبد الجواد. اهلا وسهلا. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه من 10 سنين. تمام اتفضلي. وجوزي كان عندي دوالي وعملها. تمام تمام. وهي اثرت على الحياه المنويه، على العدد وعلى الحركه. تمام. بعد ما عملها بقى العدد زيرو، في الاول كان العدد قليل. تمام. ماشي، وبعدها عملنا حقن مجهري. ثواني بس، بعد ما عمل الدوالي كان العدد زيرو، العدد كان كام قبل العملية مباشرة؟ هو كان يعني عدد بسيطة. كان حاجات بسيطة. طيب عمل تحاليل هرمونات قبل العملية؟ يعني عمل هرمون تستوستيرون. أيوه. طب أخبار التحاليل دي كانت إيه؟ كويسة. أخبار التحاليل دي كانت إيه؟ كانت كويسة. كانت كويسة، يعني كان نسبة التستوستيرون في الحيز الطبيعي ولا أقل ما في الحيز الطبيعي يعني؟ هو الدكتور قال الهرمونات بتاعتك مظبوطه، وبرده بعد ما عمل العمليه برده الهرمونات مظبوطه. هو خد تنشيط بقى للخصيه. ماشي تمام. بقى في عدد جمده برده عدد بسيط. تمام. خد علاج 6 شهور. تمام. جمدناه وبعدين عملنا حقن مجهري. جميل ماشي. بس قبل ما نعمل حقن مجهري برده الدكتور قال عايزين نعمل عينه من الخصيه، لان هو كان رافض ان يعمل حقن مجهري. تمام ماشي. عمل عينه من الخصيه، الدكتور عمل تحليل باثولوجي او تمام. بيولوجي مش فاكره. الدكتور قال له يعني الحيوانات المنويه بتموت نسبه 60% بيموت من اول مرحله الخلق، وال 40% التانيين بيموتوا ايه من تاني مرحله الخلق. تمام. فهو كده، هل بقى لو اتعالج تاني ينفع ليه علاج ويتخلف طبيعي، ولا برضه نرجع للحقن المجهري تاني؟ ماشي، هو ده السؤال. طيب هو معلش عمل الدوالي من وقت قد ايه مثلا، من فتره قد ايه عمل الدوالي؟ من حوالي 8 سنين، انا معايا طفل عنده 5 سنين من حقن المجهري. تمام. وعملت تاني مره كان اجلنا مجمده بس ما حصلش نقطه. تمام ماشي. الجنين النبض وقف من الشهر الثالث، ما كملش. طب انت زوج حضرتك عنده كام سنه؟ 34. طيب حضرتك اسمعي الاجابه دلوقتي. شكرا على مداخلتك استاذه شيماء وتابعينا من خلال الشاشه. طيب قبل يا دكتور ما نجاوب على سؤال الاستاذه شيماء، لان ده محتاجين نفرد ليه جزء عن دواعي لعمليات الدوالي. تمام. انا كنت اقول لحضرتك ان هي خليتنا ننط لنهايه الحلقه مباشره. تمام. عايزين نتكلم فيه، احنا قلنا دلوقتي من ضمن الاسباب اللي بتكون الدوالي كافتراض ممكن الممارسات الخاطئه زي العاده السريه والضوابط بتاعتها، هل في رياضات معينه لها تاثير على تكوين الدوالي؟ مش بشكل مباشر، يعني هي ممارسه الرياضه بشكل عام زياده الضغط او التون بتاع عضلات البطن بيقلل في عمليه ضخ الدوالي، عمليه مش بيمنع دوالي الخصيتين، هو بيقلل في عمليه التدهور بتاعه الدوالي بتاع الخصيتين، عمليه الديتيريوريشن اللي بيحصل. قلنا المريض بدا دوالي من الدرجه الاولى، على ما يوصل للدرجه الثالثه عايز وقت معين. لو المريض ده الماسكليتشر بتاعته او درجه عضلات بتاعته كويسه قويه، عنده قدره ان هو يضخ بشكل كويس، ان لما سوري يعني لما يحزق بطنه تحزق حركه الدم تتدفق بشكل كويس، ده ممكن يبقى الديتيريوريشن عنده اقل شويه، بس ده تاثيره نقدر نهمشه، يعني نقدر نقول هو مش تاثير قوي. ده ممكن مثلا في دوالي الساقين، لان دوالي الساقين العضلات او الاورده مدفونه ما بين عضلات قويه، فتقدر الفعل او الاثر بتاع الكونتراكشن او انقباض العضله يبان قوي، لكن هيبقى باين بشكل ضئيل جدا في دوالي الايه الخصيتين. برضو دوالي الخصيتين من الحاجات اللي انا عايز اقولها او عايز برضو الناس تبقى عارفاها، ان دوالي الخصيتين بتنشا في الاساس في الخصيه، دي مرتبطه بشكل غير مباشر بالسؤال بتاع حضرتك،
دواء الخصيتين بتبدا في الاساس في الخصيه اليسرى في الطبيعي، تمام؟ ما بتجيش في الخصيه اليمنى غير في ظرف خاص هقوله حضرتك في نهايه الايه الكومنت او التعليق اللي انا بقوله دلوقتي. الخصيه اليسرى ليها وضع مختلف عن الخصيه اليمنى، بمعنى الخصيه اليسرى بتقع تشريحيا في مستوى اقل شويه من الخصيه اليمنى، فده معناه ان الوريد اللي واصل منها ورايح للقلب اطول من الوريد بتاع الخصيه اليمنى، وبالتالي الدم عليه ان هو يقطع مشوار اطول في الوريد ده، فده بيزود من الايفورت المطلوب من العضلات اللي موجوده في جدار الوريد عشان تدفعه. دي رقم واحد. رقم اثنين، تشريحيا الوريد اللي خارج من الخصيه اليسرى ما بيصبش مباشره في الوريد الاجوف اللي رايح للقلب، بيصب في الوريد اللي جاي من الكليه الشمال، وبعدين الوريد اللي جاي من الكليه الشمال ياخد الدم اللي جاي من الخصيه ويروح يحطه في الوريد الاجوف، عكس الوريد بتاع الخصيه اليمنى انه رايح للوريد الاجوف مباشره. هنا الدم اللي طالع من الخصيه الشمال مشواره اطول من الدم اللي طالع من الخصيه اليمين، عشان كده الدوالي تمام تبدا في الخصيه الشمال. ده معناه ان اي حد عنده دوالي في الخصيه اليمين لازم تكون في درجه من الدوالي ان ما كانتش زيها فهي اعلى منها في الخصيه الشمال، الا المريض اللي عنده حاله مرضيه داخل البطن ضغط على الوريد بتاع الخصيه اليمين. باختصار الناس اللي عندهم اورام على الجانب الايمن في البطن، يعني مثلا ورم قولون الصاعد تمام بيضغط على الوريد بتاع الخصيه اليمين، دي بتظهر في الناس الكبيره في السن، دي حاله خاصه وممكن يتم اكتشاف المشكله كلها بمجرد ان المريض يحس بحاجه زي كيس، يقول لك كيس من الديدان موجود حوالين الخصيه باج فورمز، المريض بيجي يمسك خصيته يلاقي جنبها حاجه زي الديدان كتيره كده فيروح يشتكي، تيجي تبص تكتشف ان المشكله اصلا اخطر من كده وموجوده بكتير، ودي بتبقى صوره اكبر في المرضى الكبار في السن عكس المريض الصغير في السن اللي هو الشاب الصغير اللي بتبدا عنده مشكله في الناحيه الشمال. من الحاجات المهمه جدا، طب اذا وجد عند المريض لو قلنا احنا لو افترضنا في حياتنا العاديه ممكن حد شايل خصيه، حد استأصل خصيه من الخصيتين وعايش وبيقدر يخلف وبيقدر يمارس حياته بشكل طبيعي بخصيه واحده، طب هتقولي طيب الدوالي جت على الخصيه الشمال، طب ما انا عندي الخصيه اليمين شغاله مفيش مشكله. لا، اذا ظهرت الدوالي في خصيه واحده من الخصيتين اللي هي بتبقى عاده الخصيه الشمال، التاثير بتاعها بيمتد ليشمل المصنعين، الخصيتين ما بينتجوش بشكل كويس. ليه؟ لان في حاجه اسمها الكاونتر كارنت هيتر ميكانيزم او تبادل تبادل التاثير الحراري ما بين الخصيتين، لان الخصيه في حصولها على الدم ما بتكتفيش بالشريان الخصب، الخصيه جايه لها الدم في شريان واحد اسمه شريان الخصب، وبتخرج الدم في شبكه اورده مش في وريد واحد، في مجموعه اورده، شبكه الاورده دي بيحصل ما بينهم كورليشن تمام او بيحصل ما بينهم انتر ريليشن يعني كله تداخل ما بين الاورده، وريد من هنا بيتلامس مع وريد من هنا مع وريد مع الاورده المغذيه للكيس الصفن نفسه، فهنا بيتنقل الفعل او التاثير الحراري للخصيتين فبتبدا المشاكل تظهر على الايه على الخصيتين. دي معلومه اللي حبيت ايه ناخد اتصال من عصام. تمام اتفضل. اتصال انقطع، تابع معانا، حاول تتصل تاني عصام. طيب يا دكتور برضو يعني جزء مهم هو الملامس، هل الملابس وانواعها وطريقتها ليها تاثير على تكوين دوالي الخصيه؟ طيب الملابس الضيقه جدا تمام اللي هي تايت قوي بتساعد من ارتفاع درجه حراره الحوض منطقه الحوض. ارتفاع درجه حراره منطقه الحوض ده بيساهم بفعلين، الفعل الاولاني ان هيضخ دم بكميات كثيره في الحوض فهيساهم في الديتريوريشن بتاع حاله الايه الدوالي. المشكله الثانيه ان الدوالي قلنا بتحدث اثارها او بتحدث المضاعفات بتاعها على الخصيه عن طريق فعل التسخين تمام او عمليه التسخين المستمر للخصيه، الخصيه سخنه درجه حرارتها مرتفعه، هنا الملابس الضيقه بتوصل للنقطه دي بشكل اسرع فبتزود برضو من تسارع وتيره التدهور في حاله الدوالي او الديتريوريشن. نوع كده الملابس اللي هي مثلا تكون مش قطنيه دي بتزود درجه الحراره، الملابس يستحسن يبقى واسعه فيه متسع فيه درجه حراره اهدى، دي واحد. اثنين، يستحسن الناس اللي بتقف كتير ما تبقاش الخصيه متعلقه شايله نفسها كده، لا يبقى لابس حاجه ترفع الخصيه، يعني بنسميها كيس لرافع الخصيه، كيس رافع الخصيه ده حاجه زي شبكه كده بتتلبس تحت الملابس خالص وبتشيل الخصيه تعلقها بحمل حوالين منطقه الوسط بحيث ان الشخص اللي موجود او الشخص اللي لابس الكيس ده ما تبقاش الخصيه ماشيه محمله على نفسها، بالعكس تبقى الخصيه ماشيه او يبقى الشخص ماشي الخصيه متشاله حاجه شايلها، فدي بتساعد بشكل كبير في انها تقلل شويه من عمليه التطور اللي بيحصل في الانسجه او التغييرات اللي كده. الوقوف الكتير فيه مخاطر، هل الجلوس الكتير برضو فيه مخاطر؟ يعني المهن اللي فيها زي القياده لفترات طويله، مهن فيها حرف معينه بتحتاج ان انت تقعد على اجهزه الحاسب الالي لفتره كبيره، على هل ده برضو بيؤثر له تاثير على منطقه الحوض ودرجه الحراره؟ هي معلش انا اسف قطعتك، بالنسبه للجلوس الكتير بتعتمد على انت قاعد ايه وقاعد فين، يعني شخص راكب موتوسيكل مثلا وماشي او شخص بيركب حصان بشكل كبير، هنا الخصيه عماله تتعرض لحاجه اسمها ماينور تروما او ماينيوت تروما، التروما اللي هي الدقيقه جدا او الاصابه الدقيقه عماله تتخبط خبطات خفيفه،
خبطات خفيفه دي بتعمل حاجه اسمها مايكرو انفاركشنز، ان الخصيه في جزء صغير منها بيتعرض ان هو كانه كانك موته، حته لا ترى بالعين المجرده بشكل مايكروسكوبي. في الناس اللي بتعمل الحكايه دي كل يوم، يعني حد بيركب موتوسيكل كل يوم او بيركب خيل، تتطلب ظروف مهنته ان هو يداوم على مثل هذا الفعل. دي بتعمله مشاكل على المدى البعيد، بتاثر على الخصيه نفسها او على الناتج بتاع الخصيه. ده غير ان دي من الحاجات سواء دي او دي، او الناس اللي بتقعد بقى فترات طويله في مناطق بتعرضها للسخونه بشكل كبير، في جو بتقعد على اماكن هارد مثلا، حاجات ناشفه او اماكن سخنه، ده بيزود من احتقان البروستاتا. واحتقان البروستاتا من الحاجات اللي بتودي على دوال الخصيتين بشكل علاقه أصلاً. ما بين البروستاتا على دوال الخصيتين، الاحتقان المستمر، الاحتقان المستمر سواء في البروستاتا سواء في منطقه الحوض بشكل عام، ده بيودي على دوال في الخصيتين بشكل سريع او بشكل اسرع، او على الاقل الناس اللي عندها دوالي اللي هي اللي اوريدي بدات دوالي بيخلي التطور بتاعها اسرع. تمام، وهي دي على فكره هو مش يعني الدوالي غالبا كل الشباب، او قلنا ان نسبه كبيره من الشباب بيجي لها دوالي. المشكله بقى مين الدوالي بتاعته بتفضل زي ما هي من الدرجه الاولى، ومين الدوالي بتاعته بتروح بسرعه وتوصل للدرجه الثالثه وتتواصل بقى تعمل المضاعفات كلها اللي منها في الاخر بيبقى في ضمور في الخصيه. مين اللي بيوصل للمرحله دي بسرعه ومين اللي بيبطئ، دي بتعتمد بقى على اللايف ستايل وعلى الحاجات اللي حضرتك يعني بتاعت. لو حبينا بقى حضرتك تقول لنا مراحل التشخيص اللي بيقوم بيها الطبيب. طيب الدوالي هو سايلنت ديزيز، يعني مرض صامت وبيكتشف في اغلب الاحيان عند مريض زي المدام اللي كانت بتسال من شويه، حد رايح يشوف انا ما بخلفش ليه. تمام، فبيكتشف ان عنده دوالي في الخصيه. نسبة قليلة قوي اللي بيجي له وجع، تمام، ما بيبقاش كتير، والوجع احيانا ما بيبقاش من الدوالي، يعني مش اي حد بيشتكي من وجع في الخصية بيكون الوجع هنا بسبب الدوالي، لان في حاجة اسمها سيمباثيتك بي او الوجع التعاطفي. حد مثلا عنده حصوية في الحالب او حصوية في الكلى، التغذية العصبية احنا عارفين الخصية دي بتنشأ او بتتكون جنينيا على جانبي العمود الفقري فوق، وبعدين بتنزل تاخد الكفرنجز التغطية بتاعتها او الاغطية اللي هي بتعمل بعد كده الكيس الصفر، وبتاخد الشريان اللي بيغذيها، وبتاخد الوريد اللي بيسحب لها الدم، وبتاخد التغذيه العصبيه كلها من فوق من عند تي 10 وهي نازله. وطول ما هي نازله بتطور نفسها او بتطور الاوريجين بتاعها وبتطور الاورده الاوعيه الدمويه بتاعتها، بتتمط معاها زي ما هي ماشيه كده لحد ما تخرج بيها بره الايه الجسم. تمام، دي الخصيه. عشان كده العصب السيمباثيتك اللي رايح للكليه هو نفسه اللي رايح، احنا عندنا التغذيه العصبيه بالمناسبه في الجسم ثلاث انواع، في التغذيه السوماتيك اللي هي حسيه وحركيه اللي احنا عارفينها اللي بنتعامل معاها، في حاجه اسمها الاوتونوميك او الجهاز العصبي التلقائي اللي هو بيتصرف من نفسه من غير ما يرجع لنا، في منه سيمباثيتك وفي منه بارا سيمباثيتك. سيمباثيتك ده هو مسؤول عن مجموعه وظائف معينه عشان ما نوسعش الكلام، يعني في بارا سيمباثيتك ده مسؤول عن مجموعه وظائف تانية مختلفه. السيمباثيتك ده هو بتاع التغذيه العصبيه بتاعه الكليه، تمام، هي نفسها بتاعه الخصيه. طب استاذنك قبل ما نستكمل هذا الجزء ناخد اتصال من حسن. ايوه لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل يا استاذ حسن، معاك الدكتور محمد عبد الجواد. انا بالنسبه للدوالي الخصيتين عملت اشعه على الدوبلر دي، فكان طلعت مش عارف الدرجه الثالثه وفي كيس ميه، فما عملتش العمليه. استنى بس، كيس ميه ولا في ميه على الخصيه؟ في ميه على الخصيه. طيب انت حجم الخصيه شكلها مضايقك يا استاذ حسن ولا شكلها طبيعيه؟ لا مريحان. لا ما طيب ماشي كمل كلامك. تعبني الا اذا وقفت وقفه كثيره عن ساعه ولا اثنين احس بالم بسيط وبيروح لوحده. فاخدت شويه فيتامينات ومكملات غذائيه والحمد لله حصل حمل مره واثنين، وبعد كده العدد كان 80 او 90 والحركه كانت 47 باين او طيب. كانت الحركه كويسه ونسبه التشوهات. طب انت حاليا متزوج يا استاذ حسن؟ انت حاليا متزوج؟ متزوج. متزوج بقالك قد ايه متزوج؟ ليا بتاع اربع خمس سنين. اربع خمس سنين. طيب انت خلفت ولا لسه؟ حصل حمل مره وحصل حمل ثاني مره ثانيه و لسه ما فيش حاجه في الطريق، يعني بالنسبه طيب. لو في حاجه ثالثه لسه برضه. طيب انت سؤال حضرتك ايه بقى؟ لسه يعني ما حصلش حمل ثاني. تمام، بعد الاثنين بقى. تمام اتفضل. بعد السؤال بقى يا استاذ حسن، هل اعمل عمليه ولا ما اعملهاش؟ هي طيب. مش مساله جوه معايا. ماشي حضرتك، احنا هنجاوب على السؤال ده، يعني طيب. حضرتك انتظرنا لاخر حلقه وهنجاوب على تابع معانا يا استاذ حسن من خلال الشاشه، واشكرك على مداخلتك. نرجع تاني يا دكتور محمد، نرجع للنقطه بتاعت الوجع بالذات. احنا قلنا ان الدوالي اول حاجه هو سايلنت ديزيز، نسبه يعني مرض ما هواش له اعراض، نسبه بسيطه جدا اللي بيجي له وجع، والوجع هنا لازم نميز الوجع بتاع الدوالي من اي وجع تعاطفي. وقلنا ان التغذيه العصبيه اللي جايه للخصيه هي نفسها اللي جايه للكليه، هي نفسها اللي جايه للجزء العلوي من الحالب، بما معناه ان الخصيه ممكن قوي يكون في حد عنده حصوايه في الكليه
او رملايه او اي وجع اي مرض من امراض الكليه، فبيدي انطباع وكان الوجع في الخصيه وبيتم ترجمته في الخصيه. ممكن يكون التسميع بس اللي المريض حاسه يعني احيانا بيكون التسميع بس اللي المريض حاسه، لان الخصيه بتشترك في التغذيه العصبيه السيمباثيتك مع الكليه وبالتغذيه العصبيه البارا سيمباثيتك اللي هي الاس 2 و3 و4 مع مناطق ثانيه في الحوض اللي منها البروستاتا ومنها الروت بتاع البينس ومنها المثانه. فممكن مشكله في المثانه يتم ترجمتها لانها وجع في الخصيه، ممكن مشكله في الكليه يتم ترجمتها بواسطه العقل على ان هي وجع في الخصيه. فهنا لازم التمييز ما بين الوجع ايه الوجعين. وجع الدوالي بيكون في صوره دراجنج بين، يعني وجع تقل بتحس ان انت في حاجه بتشدك لتحت، وده نسبه حدوثه بسيطه جدا وبيخف بمجرد ما انت بتسند الخصيه او بتشيلها بكيس رفع خصيه او باي حاجه. دي المشكله الاولانيه. مشكله ايه مع الفحص؟ المريض ممكن بسهوله جدا يفحص نفسه ويشوف في دوالي ولا لا. الدوالي ما بتتحسش وهي في المرحله الاولى، ممكن من اول اواخر المرحله الثانيه. احنا بنقسم الدوالي للمرحله الاولى والمرحله الثانيه الثالثه الرابعه. من اواخر المرحله الثانيه وبدايه المرحله الثالثه بيبدا المريض يحس بايده اورده تمام، وممكن لو كح بيلاقي الدم المفروض بيتحرك من تحت لفوق بيلاقي الدم راضي على ايده، ظاهره في كيس الصفن مثلا، بتكون اورده ظاهره في كيس الصفن وبتتحس بالايد، بيسموها باج اوف وورمز او كيس من الديدان تمام. بيبدا المريض لما بيمسك الاورده دهيا بايده ممكن لو كح يلاقي الدم رادد معاه من فوق، يعني في سريل دي بيحسها حد متخصص شويه، مش اي حد يقدر يحسها. لكن في العادي المريض في المرحله الاولى ما بيحسش الدوالي، يعني ممكن في دوالي موجوده ولا طب تحسها ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ تحسها ناحيه الشمال، لان ناحيه الشمال هتبقى اوقع او اكثر، لان دايما الشمال سابقه اليمين. ده في المريض العادي، في الشاب العادي الصغير اللي هو من 20 سنه وانت طالع. في الناس الكبيره اللي هي فوق كده او المرحله اللي فوق في السن الكبير بقى ال 50 او 60 سنه، لو حس حاجه زي كده لا لازم يتحرك بسرعه حتى لو هو مش حاسس بوجع. لو لقاها كبيره عليه او الاورده لا، هنا لو لقى اورده كبيره وبتزيد على الناحيه اليمين بالتحديد هنا لازم يتحرك بسرعه، علشان خاطر ممكن تكون مخبيه وراها زي ما قلت لحضرتك مرض تاني في البطن جوه اخطر بكتير من الدوالي، ودي مجرد مضاعفات للمرض ده. المرحله الاولى زي ما قلت لحضرتك الدوالي ما بتتحسش بشكل اكلينيكي خالص، بنلاقيها في الدوبلر والمريض بيعمل فحوصات لحاجات تانية زي عدم الخلفة. دي رقم واحد. رقم اتنين بنبدأ الدوبلر التراساوند، ده نوع من الأشعة التلفزيونية بيقدر يحدد لي سرعة الدم في الأوردة وبيحدد لي نص قطر الوريد وبيشوف الدم ماشي في أنهي اتجاه، هل هو طالع من الخصية للقلب ولا راجع من القلب للخصية، ويقدر يحكم لي بقى يقول لي الدوالي دي هنا درجة تانية أو من الدرجة التالتة اللي هي بتكون الكاليبر بتاع الوريد أكبر شوية من كده، وبيقدر يقول لي كمان الدم كمية الدم المتراكمة قد إيه، في ريفلكس أو اللي هو الارتجاع ولا لأ، وبيقدر يقول لي كده. عشان اقيم مريض، انت معاك فاصل حاجه؟ لا يا فندم. عشان اقيم المريض بتاع الدوالي لازم التقييم ما يبقاش قائم على الفحص الكلينيكي والاشعه بس، لان وجود الدوالي في حد ذاته مش مؤشر ان انا اعمل عمليه. لازم الدوالي تكون عامله مضاعفات، يعني لازم الدوالي تكون مأثره على السائل المنوي، ولازم الدوالي تكون رايحه على ان المريض يكون في مشكله فعلا. هل معنى كده ان في علاقه ما بين الدوالي والغده الكظريه؟ لا، عشان تأثير على السائل المنوي او لا هي مش هتأثر على الغده الكظريه خالص. يعني ولا الغده الكظريه لها تأثير عليه؟ لا، على الدوالي في حد ذاتها لا. هي بص، هي الغده الكظريه الامراض بتاعتها اللي هي نقص هرمون الكورتيزون او زياده هرمون الكورتيزون دي بتأثر على الجسم ككل مش الدوالي بس. يعني ليها دي حاله مرضيه كبيره جدا من الحالات اللي هي قطاع عرضي في الجسم ككل، يعني هرمون الكورتيزون لو زاد او قل بيعمل مشاكل في الجسم ككل كل، لكن مش تأثير او علاقه مباشره ما بين الدوالي والغده الكظريه. بالنسبه للدوالي قلنا من الخطوه الثانيه في تقييم عمليه دوالي الخصيتين هي عمليه فحص السائل المنوي. احنا قلنا في فحص اكلينيكي، في الاشعه الدوبلر، ومن بقى فحص السائل المنوي. فحص السائل المنوي انا في عندي متلازمه اللي هي ستريس باترن او متلازمه الضغط اللي بتنتج عن الدوالي. المتلازمه دي ثلاث تاثيرات مباشره على الحيوانات المنويه بتعملهم دوالي الخصيتين. الثلاث تاثيرات دول هم بدايه تاثير الدوالي على الخص، يعني الدوالي لسه دورها جاي. الدواء اللي سخنت الخصيه عشان الناس تبقى فاهمه، السخونه دي اثرت على الخليتين الرئيسيتين في الخصيه، في واحده فيهم بتصمد اللي هي بتفرز هرمون التستوستيرون ما بتتاثرش بسرعه. الخليه الثانيه اللي بتنتج هرمونات دي بتتاثر في الاخر حاجه خالص لما بيحصل ضمور الخصيه في اخر مرحله في الدوري. لكن مبدئيا اول حاجه بتبدا تتاثر حيوانات المنويه. الحيوانات المنويه ما بتنشاش في درجات حراره عاليه فبيطلع لي الاستريس باترن. اول حاجه العدد قليل. العدد قليل ده يعني اقل، كانوا بيقولوا اقل من 30، رجعوا قالوا اقل من 15، رجعوا قالوا اقل من 10، دلوقتي وصلوا اقل من 5 مليون في الملي الواحد، ده مقبول جدا خلاص. قال 5 مليون حاجة. دلوقتي قالوا بالنسبه للموتيليتي لازم الحيوانات المنويه تبقى موتايل وتبقى بروجريسيف موتايل، حركه معينه بتتشاف تحت الميكروسكوب. طبعا موتيليتي دي او الحركه بتاعت الحيوانات المنويه بتتاثر بشكل كبير جدا بالدوالي، فبتبدا تطلع لي الاموتايل سبيرمز وبتطلع لي السبيرمز اللي بتتحرك او الحيوانات المنويه اللي بتتحرك بس بشكل مش مضطرد او بشكل بروجريسيف. الحاجه الثالثه هي التشوهات، يبقى نقص في العدد
نقص او مشكله في الحركه. بعد كده المورفولوجي بتاع الحيوان المنوي نفس تلاقي الحيوان المنوي طالع من غير هيد مثلا، الكاب كاب بتاع الحيوان المنوي ده مهم جدا في عمليه الاخصاء، مش موجود حيوان من غير تيل، من غير ديل مش قادر يعمل الموتيليتي بتاعته بشكل، ده بيأثر الثلاثه او ده التاثير المباشر لدوالي الخصيتين. في بعض الحالات بيوصل ان المورفولوجي اتدمر لدرجه ان تلاقي التقرير ريبورت جاي كده يقول لك في باسلز الحيوانات المنويه دي فيها صديد مثلا، وهي مش صديد، هي حيوانات منويه متكسره فطلعها بصوره زي خلايا صديديه موجوده في على السلايد او على الشريحه اللي موجوده. ده التاثيرات او ده التاثير المباشر للدوالي على الحيوانات المنويه. يبقى سؤال هنا بقى، هل اي مريض عنده دوالي والدوالي دي مأثره على الحيوانات المنويه بدرجه ما مش هيخلف؟ الاجابه مش مضمونه. يعني ممكن المريض عنده دوالي والدوالي ده هي مأثره على السائل المنوي والمريض ده بيخلف عادي، ما فيش اي مشكله. ممكن مريض عدد الحيوانات المنويه بتاعته 300 مليون وعنده سبب اخر مش معروف او مش مفهوم، لان دايما الموضوع بتاع الانفيرتيليتي ده او موضوع الخصوبه ده فيه مربع كده بتاع ربنا، تمام، بتبقى عملت كل الفحوصات وعملت كل حاجه وفي حته ان اكسبليند كده متوقفه على الرزق مش بتاعت حد. بالنسبه نرجع بقى للنقطه بتاعتنا، الدوالي تاثيرها على الايه، على السائل المنوي. بيبدا التاثير بتاع الدوالي يستمر لو تابعنا مريض عنده دوالي بنسميها نيجلكتد كيس او الحاله المهمله، هنلاقي ان الارقام بتاعته كل سنه بتقل عن السنه اللي قبلها بشكل مضطرد. يعني المريض ده كان السنه دي 100 مليون، السنه الجايه تلاقيه بقى 90، السنه اللي بعدها بقى 80، ومش شرط في سنه، يعني ممكن في خلال 3 سنين. واحد محافظ على نفسه شويه فبيقعد له 3 سنين، بيقعد له 4 سنين، واحد مهمل قوي وعمال مبهدل نفسه فبتلاقي الدنيا بتقل معاه بشكل ايه؟ بشكل اسرع شويه. ناخد اتصال. ماشي اتفضل. الو؟ ايوه. مين معايا يا فندم؟ ابراهيم محمد ابراهيم. اهلا وسهلا استاذ محمد. معاك دكتور محمد عبد الجواد، اتفضل سؤالك. بقول لك عندي وظائف الكلى 2.5. وظائف الكلى 2.5، تقصد الكرياتينين يعني؟ ها؟ الكرياتينين تقصد، كرياتينين تقصد؟ بتقول يا دكتور؟ تقصد الكرياتينين هو 2.5 صح كده ولا انا غلطان؟ وطي التلفزيون يا استاذ محمد، اسمعنا اسمعنا من التليفون. ايوه دكتور اتفضل. ايه ده؟ الوظائف الكلى، وظائف الكلى عندي 2.5. ماشي كمل كمل. نص ساعه كنت غاسل الكلى قبل كده، عمل غسيل كلى قبل كده، عملت غسيل كلى. تمام ماشي تمام ماشي. اتفضل يا استاذ محمد كمل، انا سامع حضرتك. انا سامع حضرتك. ايه الشكوى بتاع حضرتك او ايه السؤال؟ فعلا مفيش علاج ينزل عن كده ولا هي كده مظبوطه على نسبه الكرياتين؟ الكرياتين الكرياتين. طيب ماشي يا استاذ محمد اسمعني. طيب انا عن نسبه الكرياتين. تمام ماشي اسمعني. تمام شكرا على اتصالك وتابع معانا من خلال الشاشه. هو طبعا السؤال ده سؤال واسع جدا، يعني انت عشان تقول ايه يزود نسبه ايه يحسن نسبه الكرياتين، ده بيعتمد على ايه اللي كان بيزود نسبه الكرياتينين من الاساس. فانت حضرتك هتحتاج تعمل عمليه فحص شامل يا استاذ محمد، يعني الاشعه التلفزيونيه بتاعتك على الكلى بتقول في نفروباثي او في اعتلال او عطب في الكلى ولا لا، في مشاكل انسداديه يعني لا قدر الله في باك بريشر مثلا حصوات او حاجه موجوده في الكليه ولا لا، في امراض مزمنه ضغط او سكر او حساسيه او في ادويه معينه ماشي عليها، كل الحاجات دي بتاثر في الكرياتينين. الكرياتينين ده هو الايه، الباب الخلفي او الباب اللي بيخرج منه كل الحاجات دي من الجسم، فبيبقى محتاج ان احنا نتعرف على الحاله العام على كل الحاجات دي او كل المعطيات اللي حضرتك اللي انا قلتها لحضرتك دي من شويه جنرالي كده او بشكل عام. انت محتاج تشرب ميه بشكل كتير، تاكل او نسبه الملح في الاكل بتاعك تبقى اقل ما يمكن. الحاجات التانية دي كلها بقى محتاجة تتلم كده مع بعضها ويتم مراجعتها بواسطة طبيب الكلى، أمراض الكلى، ونبدأ نشوف القصة هتمشي إزاي، مش جراحة الكلى، أمراض الكلى الباطني، وبعد كده نشوف بقى القصة هتمشي إزاي أو هتحتاج علاج عامل إزاي. لكن سؤال زي ده ما ينفعش يا أستاذ محمد أدي لك إجابة كده روح خد كذا، ده غلط طبعًا. بشكل عام محتاج تشرب مية كتير، ملح يبقى قليل، وتتراجع بقى الحالة بتاعتك من حيث لو في ضغط أو سكر أو أمراض مزمنة أو لو في علاجات ماشي عليها أو لو في عطب موجود في الكلى قلنا نفروباثي بأي درجة من درجاته أو لو في حصوات أو 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 كل الحاجات دي تتراجع ونشوف بقى نتعمل بلان للعلاج بتاعك أو خطة. عمل هو غسيل قبل كده في لو عمل غسيل قبل كده ده معناه إن في عطب في الكلى، إن في سبب من الأسباب بتاعة العطب اللي في الكلى. السبب ده ممكن يكون أمراض مزمنة، ممكن يكون أمراض مناعية، ممكن يكون ده، لا محتاج تشخيص دقيق جدا لأن كل أيا كان السبب هيبقى العلاج بتاعه محتاج يروح لأمراض دكتور بطني. أمراض كده باطنية. ناخد اتصال تاني من سلامة. استاذ سلامة السلام عليكم. وطي التلفزيون يا استاذ سلامة واسمعنا من التليفون. عليكم السلام ورحمة الله. ايه
اهلا بيك. اخبارك؟ ممكن عايز اكلم دكتور محمد؟ معاك دكتور محمد. اتفضل يا استاذ سلامه. اه دكتور محمد. انا سامع حضرتك اتفضل. لو سمحت انا عندي الدوالي لو ما كنتش يعني اجامع عيالي يعني او كنت اخد فتره طويله بيحصل عندي وجع يعني الم جامد في خصيتي يعني. تمام يعني انا يعني مش عارف ده ان كان مثلا هو جوالي ولا ان كان تعب في الخصيتين او كان مش عارف ايه. طيب انت حضرتك متزوج؟ سوري معلش حضرتك مخلف؟ فتره جامده يعني مثلا اسبوع اثنين ان شاء الله. طيب انت حضرتك خلفت ولا لسه؟ الو؟ هو قال عيالي. تمام. خلفت معي مريم. طيب ماشي خلاص. ماشي. تمام ماشي. اسمع الاجابه خالص. ماشي شكرا جزيلا يا استاذ سلامه. تابع الاجابه من خلال الشاشه. بالنسبه بعد ما بنعمل او بعد ما بيحصل احنا قلنا التحليل السائل المنوي وتاثيره او الدوالي بتعمل مشكله الاستريس باترن اللي موجود في السائل المنوي بنلاقي ان الدوالي اخر مرحله او اصعب مرحله بتوصل فيها الخصيه ان الدوالي من كتر ما هي تقيله على الخصيه احنا قلنا كل ده الدوالي بتعمله بالتاثير الحراري الدوالي بتسخن الخصيه في بقى بكتله الدم تقل التاثير الميكانيكي بقى بتاع الدوالي نفسها الدوالي تقلت بقت كتله الخصيه شايلها فوق دماغها طول الوقت فالتقل ده بيضغط على الخصيه فبيبدا يعمل درجه من درجات الضمور في الخصيه تيجي بعد مرحله او بعد وقت طويل من الدوالي تمسك الخصيتين تلاقي الخصيه الشمال بقت اصغر بكتير او بدرجه ملموسه من الخصيه اليمين ده مش بالفعل الحراره ده بفعل كتله الدوالي نفسها الكيسه اللي مليانه دم دي او الانبوبه اللي كانت مليانه دم بقت كيسه فبقت تقيله فمتقله على الخصيه الضمور ده هنا ما بقاش ياثر على السيرتولي سيلز بس اللي هي كانت بتعمل لنا الحيوانات المنويه بقى بيأثر كمان على الليديك سيلز اللي هي بتعمل لنا الايه التستوستيرون. طيب وهنا قبل ما نستكمل موضوع الضغط وتاثيره ناخد اتصال من مدام ساره. السلام عليكم. اهلا بيكي. عليكم السلام. دكتور هو انا جوزي يعني قال احنا بيعمل جيم ويخس بس عنده حاجه في الغده يعمل تحليل ولا يعمل ايه؟ في انهي غده بالظبط؟ في يعني في الحرق بتاع الجسم عنده ما بيحرقش يعني. الغده الدرقيه يعني. طيب هو لازم هيعمل تحليلات التي 3 والتي 4 ولو محتاج التروكسين ياخد علاج علشان كده مش هينفع. ماشي يا دكتور. ماشي شكرا شكرا مدام ساره. نرجع تاني للتاثير على ضمور دي المرحله دي بقى احنا قلنا كل تاثيرات الدوالي اللي فاتت في امل ان هي تبقى ريفرسبل حاجه مرتجعه يعني بمجرد ما هيزول السبب هيزول التاثير لكن لو وصلت الخصيه لمرحله الضمور او لمرحله ان تقلص حجم الخصيه بلاش نسميه ضمور يعني لان هو لسه ما بيوصلش الضمور غير بعد بقى مرحله التأثير. طويله جدا هنا التاثير ده مش بيتحسن او مش ما بيحصلش فيه تحسن بعد ما بيكون بعد ما بيزول السبب يعني بعد ما بتتحل المشكله وتتعالج الدوالي او تتربط او تتشال باي طريقه بقى من الطرق اللي هنقولها دلوقتي بنلاقي ان الخصيه دي ما بترجعش زي ما كانت. تمام؟ المشكله ان الموضوع مش هيبقى تاثير على الحجم بس ده تاثير على الحجم وتاثير على الوظيفه ان المريض ده هو تمام لما بنيجي نعمل له تحليلات الهرمونات في مرحله في نهايه بقى مرحله الدوالي للاسف هم نسبتهم مش كتير بس للاسف بنلاقي هرمون الذكوره عنده بدا يتاثر. ولو لقيناه ممكن نلاقيه طبيعي بس بنلاقيه في اقل نقطه من الحيز الطبيعي يعني لو الطبيعي لحد مثلا 4 تلاقيه 1 وعلى كده ما زادش عن كده. ناخد اتصال من استاذ حسن. استاذ حسن معايا؟ ايوه لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال. اتفضل معاك دكتور محمد. انا بالنسبه للدوال الخصيتين يعني هي كانت الدرجه الثالثه وكان في سميه هي مش مأثرة معايا شويه وحس الحمل مره واثنين قبل كده هل في تاني العمليه دي ولا ما تتعملش؟ حضرتك حصل حمل العدد كان 80 والحركه 50 طيب. الحركه الاولانيه طيب حضرتك 47 طيب. تمام حضرتك حصل حمل فعلا حصل حمل فعلا فهل هي مش مثل معايا يعني مش تعبان هل اعمل العمليه ولا ما اعملهاش؟ ثواني بس يا استاذ حسن حضرتك بتقول حصل حمل فعلا بس شكرا بارك الله فيك لا يعني بنسالك دكتور محمد بيسالك خليك معانا معانا يا استاذ حسن ايوه حصل حمل فعلا ولا لسه مش ما حصلش؟ ايوه دكتور حصل حمل فعلا؟ حصل حمل مره واثنين ولسه يعني حصل حمل قبل كده طيب انت حضرتك دلوقتي عايز تعمل العمليه ثواني بس حضرتك عايز تعمل العمليه عشان عايز تعمل حمل كمان ومش عارف ولا؟ انا كنت عايز اعرف بس هل يعني انت دلوقتي بتحاول يبقى في حمل ومش عارف يا استاذ حسن مش مثلا يعني مش تعبان طيب احنا هنجاوب على الاحتمالين طيب شكرا يا استاذ حسن تابع من خلال الشاشه ان شاء الله دكتور محمد هيجاوب على حضرتك طيب نيجي بقى لايه الاحتمالات او الخطوات اللي المفروض يعملها المريض هو اكتشف ان في دوالي تمام ايه الاوبشنز او ايه الخيارات اللي موجوده قبل ما نتكلم في مين يعمل ومين ما يعملش
ايه الاوبشنز او الخيارات المطروحه علشان نعمل او نعالج حاله دوالي؟ ده العلاج بقى يا دكتور. الدوالي الخصيتين اذا تاثيراتها بسيطه، واذا المريض ده هو مش متزوج، يعني حد مش متزوج تمام، مفيش وجع او في وجع واحنا مش متاكدين بنسبه 100% ان الوجع ده من دوالي الخصيتين، يعني لو حد مثلا بيجي له حصوات وعنده وجع والوجع ده نان كاركترستيك، يعني وجع مش محدد، وجع عمال يجي في جنبه ويجي تحت ويجي فوق مش عارف تحدد الدنيا، برضو انك تجرح او انك تعمل عملية جراحية علشان وجع مجهول المصدر او وجع مش محدد بنسبة 100%، فانت كده زي اللي ايه يعني ما بتاخد ما بتعمل يعني بتعمل حاجة ممكن unneeded يعني او مش ملهاش لازمة تمام. فانا بنصح ان العملية عشان تتعمل او عشان ناخد حل جراحي لازم يكون 100% المريض ده هيستفيد منه، مش بس محتاجه يعني لازم يكون محتاجه وهيستفيد منه تمام. الخيارات الجراحية المطروحة لحل دوالي الخصيتين من قديم الأزل هي عملية الدوالي، سواء كان السيرجيكال ابروتش او عارفين العمليات الجراحية ليها انواع، العملية نفسها ليها ابروتشز او ليها انواع معينة او فتحات معينة او طرق معينة. الاسلوب الجراحي المفتوح هو الطريقة الانجح في عملية علاج الدوالي اللي هي 100% هتقضي على دوالي الخصيتين. كل الطرق التانية اللي ظهرت مؤخرا او ظهرت في السنين اللي في العشر او العشرين سنة اللي فاتت كلها لسه ما اثبتتش ان هي بنسبة 100% زي الاسلوب الجراحي المفتوح. يعني مثلا اللاباروسكوبيك او النظام المنظار البطن، منظار البطن ده بيعتمد على انه بيفتح من هنا من البطن نفسها، فبيفتح اربع فتحات علشان يربط الوريد نفسه، الوريد الخصوي اللي جاي من فوق، فانت بتربط الماسورة الرئيسية. تشريحيا الوريد ده لما بينزل تحت قبل ما بيقرب من الخصيه هو بيتفرع لمجموعه اورده، فانت لما بتربطه من فوق انت ما انتش ضامن ان التفرعات دي تكون قدرت تكون انتر ريليشن مع وريد جاي من تحت او جاي من الفخذ. عندنا اورده بتطلع من الفخذ لفوق، هي حاجه بنسميها في الجسم الاناستوموزيس، دي ربنا عاملها علشان لو لا قدر الله حد اتعور او اي حاجه بتوفر بديل تمام. فهنا لما بتيجي تربط او هكذا نظن ان هي الحكمه منها كده، اذا ربط الوريد من فوق من البطن من فوق فرص ان الاورده دي تنمو او تبدا تحصل لها ريفريشنج تاني او ريكانلايزيشن مره تانية وارده جدا تمام. وهنا يبقى الحل اللاباروسكوبيك ده هو فايدته مش مضمونه، وناس كتيره بتعمل عمليه لاباروسكوبيك وبترجع تعملها تاني بالشكل المفتوح الجراحي. يبقى المنظار البطن ده هي الناس بتجري ورا كلمه منظار، لكن هل منظار البطن بيدي نفس النجاعه اللي منظار البطن بيديها في حاجات تانية؟ لا، الاجابه لا. ده غير على مستوى الفتحه، انت عشان تعمل المنظار ده اذا مثلا المتطور اول سنجل بورت لاباروسكوبي بفتحه واحده بتبقى حوالي 3 او 4 سم، انت تقدر تعمل العمليه تحت برضو بفتحه 3 او 4 سم، حاجه صغيره كده 2 سم مثلا. المنظار البطن العادي اللي هو مش سنجل بورت يعني لو مش بورت واحده بيتعمل عن طريق اربع فتحات، عشان فتحه بيدخل منها الكاميرا وفتحه بيدخل منها الانسترومنت، ده بيتعمل من البطن من فوق. فيبقى الاسلوب الجراحي في دوالي الخصيه متفوق على منظار البطن، دي رقم واحد. برضو من الحاجات الجديده عمليه القسطره، القسطره انك بتدخل عن طريق وريد في الحوض، وريد الفيمورال يعني او وريد بتاع الفخذ، وبتتحرك جوه شبكه الاورده عن طريق صبغه بتحقنها فبتصور لك شبكه الاورده، وتتحرك جواها بالقسطره لحد ما توصل للاورده بتاعه الخصيه، وبتسيب فيها ماده تقفل الوريد ده، هو بينضج عنها بعد كده زي درجه بسيطه من الفيفر او من الحمى الخفيفه، درجه حراره بترتفع 3 او 4 ايام وبتبدا القصه تنتهي. طب هل النتيجه برضو بنسبه 100% هي نفس النتيجه؟ لسه الموضوع ده يعتبر جديد نسبيا ولسه في كلام كتير. الموضوع ده نجح في اماكن ثانيه في الجسم زي لا قدر الله اورام الكبد في الناس الكبيره، زي بعض الامبولايزيشن في لما بيكون حد عنده نزيف مثلا ظهر من حادثه او نزيف في لسبب ما يعني في الكليه، في ورم في الكليه ولا في اي حاجه، مش عايز تفتح مش عايز تعرض المريض لجراحات كبيره، فبتعمل عمليه الامبولايزيشن دي وبتدي نتائج كويس. لكن هنا في مجموعه اورده دقيقه جدا في الخصيه برضو احتمال الانتر ريليشن وارد، يعني انت لو دخلت عملت القسطره دي وبعدين فلتت منك مجموعه اورده، مجموعه الاورده دي بتبدا تجمع تاني دم، فلسه الهيتنج افكت او التاثير الحراري قائم على الخصيه، وهنا بتبدا المشكله. اللي عايز اقوله ان الناس ما تجريش ورا الكلام الكبير او الكلام الجديد، الاسلوب الجراحي في علاج دوالي الخصيه هو لسه رقم واحد، لسه الحاجات الجديده ما حلتش محله بنسبه 100%. يعني لو حبينا نقول العلاجات يا دكتور غير الجراحيه، وايه هي دواعي الجراحه؟ امتى يعني ناخد القرار بالتدخل الجراحي؟ تمام. المريض تمام اللي عنده دوالي ويرغب في الخلفه والسائل المنوي بتاعه قال ان الدوالي ده هي بتاثر على الخلفه، يعني إن قال ان في ستريس باترن في الحيوانات المنويه عددها قليل، الحركه متاثره، في تشوهات تمام، مع الدوبلر بتاعه قال ان في ريفلكس يعني في ارتجاع على الخصيه، هو ده المريض اللي هيعمل الدوالي وهيستفيد من الدوالي او احتمال انه يستفيد من الدوالي كتير. يعني مريض علاقته بزوجته مستمره لمده سنه على الاقل بشكل منتظم، عنده دوالي من الخصيه فيها ريفلكس، مش مهم الدرجه كام، يعني لو من الدرجه الاولى ومعاها ريفلكس يعني معاها ارتجاع، لان الدوالي ممكن تبقى من الدرجه الثالثه ولسه ما فيش فيها ريفلكس، معاها ارتجاع والسائل المنوي بتاعه قال ان في ستريس باترن، ده هيستفيد. طيب مريض مش متزوج ما تعملش ايا كان السبب،
ليه؟ لان متوقع انك لما تتزوج بشكل سريع تمام هيحصل ايه؟ هيتحسن الوضع. حضرتك لما هتنتظم في العلاقه الزوجيه متوقع ان الدوالي على الاقل مش هتسوق عن كده بس هتتحسن كده تمام؟ على الاقل الايفكت او التاثير على الحيوانات المنويه هيتحسن. فهنا المريض ده ينتظر لما يتزوج وما يخلفش يبقى يعمل. خلاص؟ الحاله الوحيده اللي المفروض فيها المريض يعمل قبل الزواج اذا كان وصل بالفعل لمرحله ضمور الخصيه، ان الخصيه ضمرت وبدات تقصر. هنا المريض مهدد مش بفقدان القدره على الانجاب، هنا المريض مهدد بفقدان هرمون الذكوره نفسه. الوظيفة او جزء وظيفة حيوية جدا زي هرمون الذكورة او مجموعة وظائف حيوية جدا بيلعبها هرمون الذكورة، انت المريض هنا مهدد انه يفقدها. هنا اللحظة دي لا، المريض ده هو محتاج انه يعمل العملية علشان توقف بقى عملية الديستريشن سواء هيتزوج او مش هيتزوج. طيب نيجي النقطة المحورية، والنقطة دي للأسف الشديد شباب كتير جدا في سن 15 او 16 سنة بيعرضوا نفسهم لجراحه، وكلمه جراحه ايا كانت بقى دوالي او غير دوالي انت معرض نفسك لمخاطر، انت بتاخد بنج تمام، والبنج ده له مخاطره. العمليه الجراحيه نفسها وارد جدا حتى لو امهر الجراحين بيعمل، وارد يتربط وريد غلط، وارد يتربط الحبل المنوي نفسه، دي كلها حاجات وارده جوه العمليه الجراحيه. اي نعم دي احتمالات بسيطه اخطاء تمام؟ ولكن بس وارده. انا ليه اعرض نفسي العمليه وانا كل المشكله اللي عندي مش مأثره عليا او مش عامله لي مشكله؟ يعني واحد جاله شويه وجع تمام، هل الوجع ده من الدوالي ولا لا؟ انت محتاج اجابه واضحه على السؤال. السؤال الثاني بقى وده الاهم، هل انا لما هعمل عمليه الدوالي او هربط الدوالي الوجع هيزول؟ الاجابه برضو لا، الاجابه مش مضمونه خالص. يعني انت لو واحد عمل عمليه دوالي علشان وجع وارد جدا الوجع يفضل زي ما هو. وقلت حضرتك في اول كلامنا ان في حاجه اسمها السيمباثيتك بين، الوجع التعاطفي. الوجع التعاطفي ده هو ممكن قوي الوجع اللي المريض وصفه للطبيب، واحنا المشكله عندنا كمان كثقافه عامه عمليه توصيف الوجع او تكييف الوجع. انا بكيف الوجع بمزاجي، او الوجع اقعد اقول له مثلا الوجع في الحته الفلانيه وبعدين ده بيحصل يعني ايه تضليل بقى، بتبقى النتيجه في الاخر ان الوجع ده اتحكم عليه بشكل خطا ان هو من الدوالي وهو مش من الدوالي. كان في احد المتصلين بيقول انه لو تاخر في يعني جماع زوجته بيشعر بالم، فتشخيص حضرتك لده ايه؟ ده احتقان. الوجع هنا وجع من الاحتقان مش من الايه؟ من الدوالي. هو الوجع اللي بيزول بالجماع ده وجع بتاع الاحتقان تمام، بس المهم يكون الوجع بيزول بالجماع، لان لو في وجع بيزيد وقت الاجتماع وقت الجماع ده معناه ان احتمال وارد ان الغدد اللي بتقذف زي البروستاتا مثلا يكون فيها مشكله تمام، يكون فيها مثلا بروستاتايتس التهاب في البروستاتا. لكن اذا الوجع بيتحسن مع الجماع ده وجع احتقان في البروستاتا كل ما بيجمع. وهنا انا بنصحه ان يعمل عمليه جنسيه بشكل اسرع كتير لفتره يعني يستمر بشكل كبير، فده بيخلي الاحتقان يتحسن والقصه بتتحسن. ممكن لو في علاج ياخد حاجه مقويه للاوعيه الدمويه زي الايه، زي الدايزمين اللي هو اسمه في الماركت زي الدافلون مثلا، ده بيحسن الاحتقان وبتبقى الامور تتحسن معه. تمام. كان في متصله في بدايه الحلقه كانت بتتكلم على عدد الحيوانات المنوية بالنسبة لزوجها والحقن المجهري. أنا فاكر بقول لحضرتك الحالة دي هو السؤال ده سؤال جميل جدا وسؤال حلو وجاي في وقته. يعني السؤال ده بيخطنا هنا، هي هل العملية اللي هي عملتها دي كانت مفيدة، عملية استئصال الدوالي أو ربط الدوالي مفيدة ولا لا؟ لا، احنا قدامنا وقت ولا قدامنا دقيقتين؟ طيب هنجاوب على السؤال ده وخلاص. الحاله دي هل هي كانت محتاجه تعمل الدوالي او كانت هتعمل الدوالي ولا لا؟ انا قلت لحضرتك مش كل حد محتاج يعمل، اللي يعمل اللي هيستفيد مش اللي ما هوش هيستفيد. كان في دوالي كانت مأثره على الخصيه بس هل التاثير اللي على الخصيه هنا هيزول بان انا اربط الدوالي ولا لا؟ هي لما عملت التحاليل بتاعه الهرمونات بتقول كويسه، ده مش مؤشر ان هي الخصيه مش متاثره. لكن لو الدوبلر قايل فعلا ان الخصيه تقلص حجمها، بدات تبقى ضمره، عدد الحيوانات المنويه قليل جدا يعني اقل من مليون تمام، هنا هل انا لما هشيل الدوالي في خصيه ضمره هترجع الخصيه دي تفرز؟ الاجابه المتوقع لا، والدليل ان هي راحت عملت حقن مجهري، يبقى هي ما كانتش عملت الدوالي من الاساس، تروح على حقن مجهري. طب هل في طريقه ان هي تحل طبيعي ولا لا؟ هنا بيعتمد على تقرير الباثولوجي بتاع العينه بتاعت الخصيه. هل السبب الازوسبيرميا هنا او نقص الحيوانات المنويه سبب حاجه مورفولوجيه في الخلايا نفسها، ولا هل ده مرض جيني، ولا هل على حسب نقدر نعمل بريدكشن من تقليل الباثولوجي ده يقول لنا؟ بس في اغلب الحالات او في 90% من الحالات اللي هي باستثناء اللي لو كان في اوبستراكشن يعني اوبستراكتيف ازوسبيرميا، وده طبعا غالبا مش موجود يعني في الحاله دي بالذات غالبا مش موجود. هنا في الموقف ده لا، هتحتاج لحقن مجهري، غالبا ما فيش احتمال ان هي تولد او ان هو يعمل انجاب بشكل ايه طبيعي. طيب اخيرا بقى في كبسوله صغيره دكتور، لو في نصيحه غذائيه يعني بعض المعتقدات احيانا عند بعض الناس، بعض المأكولات المعينه زي الكوارع زي الاسماك زي بتساعد على الاخصاب الحيوانات المنويه. احنا محتاجين بص في مينرالز معينه محتاجها جدا الخصيه عشان تؤدي وظيفتها وتفرز الحيوانات المنويه. المينرالز دي معادن معادن او فيتامينز مينرالز اهمها الزنك وفيتامين اي
تمام، فيتامين اي بالتحديد. الزنك في العدس، الزنك موجود في بعض البقوليات زي العدس، زي العدس وزي الفول، تمام، وموجود. الفيتامين اي والزنك الاثنين موجودين في مصدر مهم جدا، وزيت الزيتون. زيت الزيتون يبقى موجود في الاكل بتاعنا بشكل ايه كبير. الفواكه الصيفيه زي المشمش، زي الخوخ، زي البطيخ، الحاجات دي مفيده جدا، تمام، بتساعد. ممكن الحاجات دي تتجاب كبسولات، لو حد متزوج حديثا ومش عارف يجيب كبسوله، في موجوده كتير عشان ما نبقاش بنعمل دعايه لحد، موجود كبسولات دي في الماركت، زنك وزيت والماده الفعاله فيها بنسبه كبيره، وبياخد كبسوله كل يوم وبيتحسن. بالنسبه للاغذيه المهم انه يبعد عن الحاجات اللي فيها السمنه النباتي او السمن الصناعي كتير، لان ده بيأثر بشكل سلبي على الايه. رساله على مهمه لكل الراغبين في صحه جيدة. ونوصلنا لنهاية حلقتنا مع الدكتور محمد عبد الجواد عمر، عضو الجمعية الأمريكية أطباء وجراحي المسالك البولية. شكرا جزيلا دكتور، شرفت حضرتك جدا دكتور عماد. أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم في خير في حلقة جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.